هتطلبني؟ ايه اتفضلي. ميرسي. كسيب وعنده شقة. يابا ده متجوز وعنده عيلين. يا بنتي عيل اتنين تلاتة اربعة، انما ده عنده شقة مش متجوزة، فاهمة؟ يا اخي كنت مستنيها جدع، ده اللي اسمه شعبان. ها ده غطس مهبش هيقب الغاية حجته معاه. يا اختي اللي ما قال عليه يبعت كلمة في جوابه للصفرانك. عارفة ما جاش ليه؟ لا هيبعت ولا هيجي، وان جه هيجي ايد ورا وايد قدام. الخايب يفضل طول عمره خايب. اسمعي كلام يا بنتي، هو حد طيب يتجوز الايام دي؟ يابا هستناه، ده مقابلك ومكلمك وقايل عليا. ذنبك على جنبك. صباح الخير. اهلا يا عم جواد. هلو هلو. شال ارقام جان؟ نعم شال ارقام جان. انا رايي هي بتقول ايه؟ بتقول لك تجي لك تاني؟ انت ممكن تيجي تاني في اي وقت. البيت مفتوخ، البيت مفتوخ وانا ابقى مبسوط وانت تبقى مبسوط. اجل البيت مفتوخ، انت تيجي في اي وقت. باي 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 باي. شفت الانجليزي بتاعي؟ عظيم، عيني برد عليك. مستورد معلم. الو الو، فريد بي. ضفت العربيات الجديده وصلت يا فندم. بالنسبة للعربية اللي حضرتك حاجزها تقدر تيجي تستلمها في أي وقت النهاردة لو حبيت. طيب أوكي أوكي.
انت خارج؟ اه مع استنى العربية الجديدة. طب ما اجي معاك اسوقها لك على الاقل. لا انا محضر السواق، مالكش دعوة انت. دي غلبان كده. مين اللي بيرقص مع ناريمان ده؟ ها؟ ده فريد بالغطريفي مليونير اتجوز عازب. ما كنتش عارف تتعرف عليه؟ انت ناسي ان عندنا بنت؟ طب ما البنت اتجوزت، انت جاي تقولي الكلام ده النهارده يوم فرحها؟ فرح الندامة. هو ده عريس كنت تجيبه لها؟ على العموم لازم تتعرف عليه، نديله البنت التانية. البنت التانية عندها 9 سنين. هو ماله استناها؟ عجبك الدوشة دي؟ جيتها لي قلقاكي مش عارفة تنامي. بس المخدة مريحاني. اه طب ما تيجي ناخد المخدة ونروح. زي ما تشوف. مش كده؟ يلا حلو. تعلن شركة منصور شيفورلي عن وصول أول دفعة من سيارات شيفورلي سايتيشن، وقد كان أول المستلمين السيد الغطريفي. يا زينة يا زينة. إيه؟ تعال شوفي يا واد. إيه؟ بصي كده، مش ده شبه شعبان؟ شعبان مين؟ إيه اللي هيجيب شعبان في التلفزيون؟ ده هو فعلا هو. وعلى السادة الحاجزين التقدم لاستلام سياراتهم من معرض الشركة شارع جامعة الدول العربية المهندسين. هو ايه انت كمان؟ ده راكب العربية اللي اشتغلها، العربية بالشيء الفلاني. يابا ده شعبان يا بنت، بلاش تخريف امار بقى. هو هيركب عربية زي دي؟ ده اللي زي ده يركب حمار. اللي يركب عربية زي دي الناس المتاخن بتوع الاستثمار.